دكتور صباح الخير، كيفك اليوم؟ الحمد لله على السلامة. مرسي. كنت بإسبانيا، بروكسل وإسبانيا، مؤتمر طبي، إشي جديدة أكتر شيء عن كورونا كان الحديث. أف يلا إن شاء الله ما يوصل لعنا، إن شاء الله يضل هالبلد بمنقى عن هيدا ال... إن شاء الله ما يوصل، بس حتى لو وصل حالة ما يخافوا الناس أكتر ما لازم ما يعملوا فانيك. أكيد دكتور، اليوم موضوعنا عن الرفلو. هذا الرفلو يلي كتار بعينه منه، حتى بيوصل احيانا انه الواحد ببطل فيه لا ياكل ولا ينام مزبوط. اوقات في منهم بيخبروك عن، بيقولوا لك انحرقوا زلعيمه من وراء الرفلو، ببحى بالصوت ما الى هنالك. خلينا قبل ما ناخذ اتصالات اصدقائنا المشاهدين نعرف شو يعني الرفلو. نحن سبق سحر وعملنا كمان حلقه، بس على طول بنضيف اشياء جديده. ذكرت مشوار بيقول حريق اكثر شيء، ميتاليك تيست، يعني بيقول لك عندي طعمه مروره بتمي او هيك حموضه. صحيح. اوكي. نحن قلنا انه تقريبا بامريكا 10% من الناس مصابين بالرفلو، يعني نسبه كبيره، نساء قد رجال، وعندك المشاكل اللي بتنتج من الرفلو عند الرجال اكثر لاسباب. اوكي. هلا في ناس بيجوا بيقولوا لك عندهم بحه، كما انه اللي عندهم رفلو كرونيك سحر بيجوا بيصير صوتهم خشن بالعكس، عرفتي؟ يعني من البحه للخشونه الصوت. بس انا ذكرت مره انه تقريبا فيها توصل لنص الناس بحياتهم بيعملوا مره رفلو بس ما بتتعالج، يعني عصب او اكل كثير او نام غلط اتسترا، عمل رفلو بس هون بيعمل ابيزود رفلو، بيعملها مره بترجع خلص قطعت وما بده علاج ومنها كرونيك وبكون انه جربها. فاذا في انسان يكون عنده هالرفلو بس ما عنده الديسيز، ما عنده الجيرد، يعني عملها مره بس ما ضمن الديسيز لانه ما ضلت لوقت طويل. في ناس مثل ما سبق وذكر دكتور حضرتك كرونيك عندهم المساله، اذا كل يوم الصبح ما اخذوا حبه معينه، ما بدنا نذكر اسماء، ما فيهم يتابعوا بنهارهم لانه ما بيعود فيهم ياخذوا شيء. هيدي الحاله شو بتتطلب؟ اي نوع من العلاج؟ كيف لازم يعالجوا حالهم؟ عفوا وبين هلالين، وفي ماكولات معينه بتسبب أكيد هالأمر؟ اكيد نحن كذا مره وكثار الناس اللي بيسكروا الاشياء المعروفه، صح، الحر، الشوكولا، الكحول، التدخين، الزعتر، مزبوط. دونك الاشياء اللي فيها رب بندوره او هيك كلها ممكن تزيد السيترون هيك. بس نحن قلت حضرتك عن العلاج، اول شيء التشخيص مش صعب، بيجي لعنا على العياده بنساله بنشخص، في اوقات بنشخص بس كلينيك مون بالعياده. العلاج خلينا نقول 50% مش دواء، 50% حياته، ان كان انه بده يعلي مخديته 15 سنتيمتر 30 درجه مثلا، 15 سنتيمتر ل 20 سنتيمتر، اوكي 8 انشز مثلا، 6 تو 8 انشز. ان كان انه ما لازم ياكل لارج ميل قبل 3 ساعات ما ينام، يعني ما بيقدر ياكل كثير عشاء دسم مع كثير اذا بدك فات فيه يعني، ويعمل وينام، بده يكون في 3 ساعات مجال وما ياكل هيدي الطريقه الدسمه. ياكل. نحن دكتور رح نتابع معك الحديث ورح نشوف كمان شو الاسباب الرئيسيه ورح نرجع نتلقى اتصالات، ولكن لو سمحت من بعد ما ننزل لناخذ فكره عن اخر واهم المحطات الاخباريه ضمن موجز اخباري مع زميلنا عبدو الحلو ونتابع. شكرا زميلنا عبدو الحلو، وفينا بهم المحطات الاخباريه. عوده لضيفنا دكتور حنين ابي نادر. عم نحكي نحن والدكتور عن الرفلو يلي بيساور اي انسان، وطبعا له كثير مسببات. الدكتور قلنا اسلوب الحياه هو يلي بياثر اكثر على الشخص بالنسبه للرفلو. سؤالي لك هلا، ستريس قد ايه بيلعب دور؟ يعني الانسان يلي بيكون كثير ستريسي وكثير معصب ممكن يزيد عنده رفلو؟ اكيد بيزيد صحه من خلال طريقتين، عندك الافرازات الاسيديه بالمعده بتزيد، عرفت صح؟ لانه هو بيطلع اسيد من المعده، وعندك العضله تبع يلي على تحت على كعب المريء يلي هي بتفصل بين المعده والمريء يلي هي اللور ظفرجيل سفنكتر يلي هي عضله بترخى وبصير يطلع اكثر، هي شغله تشد لما يطلع الاسيد. داكور؟ هون بحب كمان ضيف انه تقريبا سحر اللي عندهم هذا الموضوع وستريس 25% من السعال المزمنه يلي بتكون بلا بلغم نون برودكتيف هي من وراء الرفلو. دونك 25% تقريبا، هيدي هي النسبة، هيدي نقطة كثير مهمة. بحب هون ضيف لكل شخص عنده رفلو صار له أكثر من 5 سنين، ممكن يعمل شيء اسمه ميتابليجيا، يعني يتغيروا السليول، يعني النسيج تبع المريء. إذا مثلا عمره صار له أكثر من 10 سنين عنده رفلو، عمره فوق 40 بده يعمل نادور. كما محبس إنه إذا صار له 5 سنين عارف حاله عنده سيفير ريفلوكس يعمل نادور، هون بيجي على الطبيب الاختصاصي بالنادور بقرر اذا بتنعمل كل سنه او بترجع كل 3 سنين حسب شو بنشوف، حسب اذا في ديسبليجيا اي تغير النسيج او في نسيج اب نورمال مش منيح.
اوكي. اهم شيء ما يكون في دم بالخروج، فقر دم، صعوبه بالبلع وخساره وزن. اوكي احنا دكتور قبل ما ناخذ اتصالات راح نمرق على صور في نقطه عليهم سريعا حكينا اكثريتهم. نرفع قلنا 6 to 8 انشز يعني نرفع تقريبا 15 ل 20 سنتي قبل ما ننام. قلنا ما ناكل قبل 3 ساعات، ننتبه على الاكل ما يكون كثير دسم. اوكي هون بحب اقول كمان اللي عندهم سكري بيعملوا شيء اسمه ديليت جاستريك امتينج، يعني بصير ما بيعود يفضل معده الاكل بشكل سريع، كمان بيزيد الرفلو. دونك كمان اللي عنده سكري بيزيد الرفلو، هي معلومه. حكينا عن الاكل بقى نقطع لي بعدها. بحب ضيف النعنع كمان من ضمن الاكل يلي ممكن يزيد الرفلو. على كل حال انا بعطيهم بالعياده ورقه الاكل يلي لازم يتفادوه. اوكي الصوره اللي بعدها في اوقات نعطي دواء واحد، اوقات نعطي كومبينيشن دوايين، واحد بي بي اي للاسيديتي تبع المعده، وفي واحد ثاني اتش 2 بيشتغل على الاتش 2 ريسبتورز. هلا مش رح نذكرهم، بس فينا نعطي دواء، فينا نعطي دوايين، فينا نعطي دواء واحد بعيار عالي، فينا نعطي مره بالنهار لمرتين. دونك الرفلو علاجه حسب العوارض وحسب كيف يجي الشخص. هيدي صوره بس لنفرجي العضله اللي حكينا عنها من شوي، لما الفلاش العضله بترخى شفتي حضرتك المعده صح. بيصير في عنا رفلو، بيطلع المي على المريء اي على الاوزوفاج، وهون ببلش يصير عنا بحس انه في هارد بيرن، حريق على الصدر. وهون بحب اقول لكل الناس عندهم سكري، ضغط، كوليسترول، ينتبهوا ما يقولوا على طول رفلو. اذا في ضيقه نفس، وجع صدر كثير قوي مثل بلاطه، عم بيعرقوا، عم طلع نفسهم كثير اكثر من زوم، كمان ما فكر بالقلب. بس مش كل وجع صدر هو قلب، ما يبانكو فيها تكون رفلو. داكور دونك الصوره اللي بعدها كمان اذا بدنا بشكل عام هالرفلو هيدا عم بيعمل كرونيك انفلاميشن للاوزوفاج، يعني بيعمل التهابات مزمنه للاوزوفاج. فلهيك نحن نطلب النادور. نحن عندنا طرق للنادور بكل الاساليب. نحن دكتور بدنا نرجع نذكر كل اصدقائنا المشاهدين والمشاهدات، اذا بتحبوا تتواصلوا معنا مباشره الرقم رح يقطع قدامكم على الشاشه، تحكوا مع دكتور ابي نادر. اليوم موضوعنا عن الرفلو، اكيد فيكم تطرحوا على الدكتور اي موضوع عم بيساوركم او عم بتعينوا منه على هذا الرقم يلي عم يقطع قدامكم مباشره على الشاشه. دكتور قلت شغله كثير مهمه، هي اسلوب الحياه، وباسلوب الحياه في المأكل، في المشرب، في سبور. سبور بخفف شوي من قصه الرفلو، بيساعد بشكل الاوقات مباشر مثل ما بيساعد للكونستيباسيون. واذا خسرك وزن، خساره الوزن سحر، بتخفف من الرفلو. يعني لازم ما كثير الواحد يكون ممتلئ لانه بتزيد معه الحاله. صح، بتزيد الرفلو. خساره الوزن هي علاج للرفلو كمان. في ناس كمان اوقات بياكلوا بطريقه غلط او بيسرقوا شيء، بيقول لك اخ وجع بطن، بيعملوا ريجوجيتيشن، بيهضموا بشكل سيء، او بصير كمان يحسوا في نوع في اكل عم بيرجع يطلع. هون كمان هيدي ينتبهوا، هيدي كمان رفلو. اوكي بالعياده ما يعطلوا هم، يعني بيقولوا لنا نحن بنعرف، بس يجوا لعنا بنكتب لهم كيف يعالجوا، بيقولوا يف عن جد هيك وهيك وهيك وهيك. بتبلش انه اذا ما اذا حضرتك ما بتدخني بتبعدي عن اللي بيدخنوا، كمان بتساعد للرفلو. اوقات في ناس كثير دكتور الكافيين اكيد بيقولوا عندي حرقه، يعني بيجوا عند الدكتور بيقولوا له انا عندي حرقه. أوكي. يعني شو ما اكل بصير عندي حرقه كل النهار وما بقعد بخلص منها، هل الحرقه هي رفلو؟ اكيد في في مش كل حرقه هي رفلو، ولا كل رفلو بيجي مع حرقه. ولكن اكثريه الحرقات ممكن يكونوا من الرفلو. ما ننسى انه في شيء اسمه كمان اسمبتوماتيك. للاسف بيجي كل شخص عنده رفلو ما عنده عوارض، كيف نعرف؟ بالنادور بنشوف انه في التهابات على الاوزوفاج، اكيد هذه مش اكثريه الحالات سحر. بس انه بالنهايه بالمتابعه حتى لو ما بنا شيء سنويا نروح عند الطبيب نقدر نكشف اشياء. اكيد عندنا اتصال دكتور. الو الو صباح الخير. صباح النور. فيني اسمع حكي؟ اكيد. مين معنا؟ معك مدام فرح. اهلا مدام، كيفك اليوم؟ الحمد لله. تفضلي دكتور ابي نادر معك، تفضلي. الو صباح الخير. بونجور. فيني احكي مع حكيم؟ ايه تفضلي الدكتور معك. حكيم انا شو ما باكل بتضايق. نعم. شو ما باكل بتضايق بمعدتي، وشو ما شربت نتفت ما بحس انه عم بيطلع على اللعيمه. في سكري كمان؟ في سكري مدام؟ نعم. في سكري. قد ايه عمرك؟ 80 سنه. العمر اخر نادور عملته حضرتها مدام؟ اخر نادور عملتي شي نادور؟ عملت نادور ما كانش يفوت بقلب معدتي. عملت نادور بس ما كان يفوت بقلب معدتها. 80 سنه. لان عمرها 80 سنه. شو فينا نقول لها دكتور؟ اوكي مدام خلينا نشوف الدكتور شو رح يقول. هلا بدنا نشوف. عم تقول على الاكل. انا كمان بعمل فحص لبعض نوع الرجي الاكل. فيها تاكل سمول فريكوينت ميلز، يعني تقصي مثلا بدل ما ناكل غدا، جرب نقسم اشياء صغيره خفيفه، قلنا بعيد عن الدهن. بقدر اعطيها ليستة اكل كبيره لكل الاكل اللي بضايقها.
اكيد هي بتقول انه شو ما اكل، لا على طول شخص بيقول لك هيك، بس على طول بنلاقي انواع اكل صراحه ما بيضايقوا المريض. مش معقول يكون مريض على كل شيء، ما نعصب كثير ضل مشان اجينا. في اوقات كمان عندك ديسبابسيا، في اشياء بتعمل سوء هضم غير قصه الرفلو. نعم. لها علاقه بكمان نمط الحياه. انا بفضل بهذا العمر انه شخص يعمل زياره للطبيب على العياده تيساعده بالتفاصيل، ليشخص مضبوط الحاله بالتفاصيل، تيساعده بالتفاصيل على مدى طويل ويأيد له كل شيء بهالعمر. اكيد. اتصال جديد. الو. خير. بونجور. تحياتي لكم. هلا، مين معنا؟ معك سالم. سالم؟ ايوه. تفضل يا سالم. على راسي، تسلم. دكتور الله يعطيك العافيه، بدي اسال نقص الفيتامينات ممكن يؤدي لاسيد؟ هذا سؤال. السؤال الثاني، في بعض الناس بيداووا الاسيد او الرفلو يعني بالكربونات، وهيدي عادي تعودوها يعني. سالم خليك معي. اول شيء من السؤال للفيتامينات بيعملوا رفلو، ثاني شيء من السؤال في منهم بيوصفوا لهم ياخذوا كربونات. ايوه اوكي. إيه ليروح الرفلو. صح. نحن ما بنحبهم. اوكي. ليه؟ مش لانه اوقات بيأذوا، بيعملوا عوارض، ممكن يأذوا المعده على مدى طويل اكثر، وفي لهم ارتباط مع الكانسر حقيقه. صح. والاختصاصي حكى عن هذا الموضوع كذا مره. بخصوص الفيتامينات، حيلا شخص بياخذ فيتامينات بدون فحص دم عم بياخذها بس على باب السلامه، كل الدراسات فرجت انه بتاذي اكثر بكثير من ما تفيد. بامريكا بلشوا يدفعوا مصاري الانشورنسز ويخسروا، لانه الناس عم تجي عندها بحث او عندها سايد افكت من الفيتامينات اللي عم تاخذها، عملت توكسيسيتي، وصاروا الامريكان عم يتكلفوا اكثر، صاروا ينصحوا ما ناخذ اي فيتامين بحيلا عمر الا ما يكون مع الطبيب ويصفهم. حيلا شخص عم ياخذ فيتامينات على باب السلامه هو خطا كبير وعم بيضايق حاله. لا، ما ممكن انه مش هي سبب ديركت للرفلو، فيها تعمل نوزي لعين نفس واشياء بيرتوباسيون بالجهاز. نعم، خلل بالجهاز. وانديركت ما ممكن هذا الشيء يأذي المعدة. وما بتفضل ياخذوا كربونات يدوبون ويشربون؟ صراحة شخصيا لا. لا. بيرتاحوا يعني. هلا بس لبعدين شو؟ 25 دقيقة. ممكن يكون عندهم كونتر افي. خلينا ناخذ الاتصال. الو. الو، بونجور صحة. بونجورين. كيفك؟ بونجور لدكتور ابي نادر. اهلا وسهلا، مين معنا؟ معك مريان. مريان، كيفك يا مريان؟ هلا صرت منيحه، اشتقنا لك. نحن كمان. تفضلي. بوجه لك تحيه كبيره يا سعد، انا كثير بحبك، وبدي وجه تحيه لميراي حكيم. شكرا. مني ومن ميراي بنقول لك ميرسي كثير. اوكي حبيبي. تفضلي. لميراي حكيم. وللحكيم ما بتوجهي له تحيه؟ بلا، قلت له بونجور. بلا، قلت له اول شيء بونجور. قلت لك اول شيء بونجور. تفضلي مريان. بدي اسال سؤال، ما بعرف اذا سؤال يعني له اهميه. الرفلو هي بتكون جينيتيك؟ دو بدي اسال انه انا باكل كل شيء ما شاء الله علي، يعني معدتي بتطحن، بس بصل الاخضر بحبه كثير، بس هيك بيعمل لي حرقه، شو السبب؟ اوكي، خلينا يعني اول شيء من السؤال عم بتقول الرفلو هل ممكن يكون جينيتيك؟ كثير يا الاصفر الحلو. شكرا شكرا، اهلا وسهلا فيك. اكيد في طرف جينيتيك كوزز اللي عنده بالعائله، اكيد ممكن يكون ينتقل للولاد. اكيد. دونك اللي عنده رفلو، مش انه كل ولاده بيكون عنده رفلو، بس النسبه عن عائله تانية بيو او امه ما عنده رفلو اقل. يعني أوكي. اذا في رفلو عند حدا من العائله بتزيد النسبه عند الولاد. ايه، في سبب جينيتيك. ايه. قبل ما ناخذ الاتصال الثاني، الشق الثاني من السؤال، قالت انا سمعته بس خليني اتذكر. شيء بالاكل. ايه، هي بتاكل بصل اخضر. البصل والثوم بيزيدوا من الرفلو. بيزيدوا. لكن بدك توقفي البصل والثوم. يلا اتصال جديد. الو. بدنا نوطي التلفزيون. ايه، لو سمحتوا كل اصدقائنا المشاهدين وطوا على الاخر صوت التي في واسمعونا من اباري التليفون. نعم. ايه تفضل حضرتك على الهواء، مين معنا؟ ايه. بونجور. الو بونجور. تفضل. الي ملاح. ايه الي، كيفك؟ ايه، في ابني عمره 30 سنة، من يومين طلع ضغطه لل 14. نعم. ونزل للتسعة، هذا ال هذا شو من يومين، امبارح واول امبارح رجع طبيعي، شو المشكله؟ قد ايه عمره؟ 30 سنه. عمره 30 سنه، قد ايه صار ضغطه؟ 14 على 9. 14 على 9 ورجع نزل، هلا 12 على 8 عم بيطلع. اوكي. كذا مره بتصير معي بالعياده، بيجي شخص باخذ له ضغطه، بيكون كثير معصب او شربين كثير قهوه، بيطلع ضغطه او اكل يعني كثير ملح وهيك. ايه، معصب بالاكل. برجع بنطر 5 دقائق باخذ له ضغطه، بيكون ظابط. عندنا هون حلين،
او نرجع نقول له خد ضغطك كذا مره ونسجلها. في كتب امريكيين بيقولوا بتاع بعد جمعتين ناخذ نقعدك خمس دقائق ناخذ ضغط بالايد، مش عم ناخذها بالضغط ناخذ ضغط بايد الثانيه. كما انه فينا اوقات لما كتير هون نضيع بنركب هولتر، بنركب له مكنه عندنا بالعياده بيروح فيها 24 ساعه بتقيدنا كل الضغط على مدى 24 ساعه. انا هي بحبها. سبب انه مش كل ما واحد فتلنا على العياده اخذنا له ضغطه طلع 14 على 80 دغري بلش ادويه الضغط. لا، بدها شويه رويه القصه. ممكن مظبوط يكون عنده ضغط، يعني نرجع ناخده يكون عم بيعلى كتير اوقات، ساعتها بنصير نعطي دواء ضغط وننتبه على القلب. انما اذا دغري اجى لعندي واخذ ضغط مره وكان عالي منا انديكاسيون نقول عنده ضغط. بدنا ننطر نشوف ليش عليت الضغط، عليت ورح ترجع تفلج وحده او انه لا رجعنا اخذناها وعليت وشخصناها بالضغط. نعم دكتور، خلينا كمان ناخذ اتصال لو سمحت. الو الو بونجور. بونجورين، معك مدام حداد. مدام حداد كيفك؟ الحمد لله. تفضلي. بدي احكي مع الدكتور. عمل دكتور ابي نادر معك، تفضلي بس علي صوتك شوي لو سمحتي. ايه اذا ممكن. بونجور دكتور. اهلا. اذا ممكن، انا معي رفلو بس من شي 10 سنين يعني بعيني بالموضوع. انا عمري 50 سنه. نعم. وهلا لي فتره يعني كل فتره بعد فتره باخذ ادويه للمعده. هو اكثر شيء نيكس يوم، بس اكثر شيء عم بتضايق بالليل، بسعل كثير بالليل. اوكي. وانا معلي راسي يعني، واهل الحكيم علي راسك وبعلي راسي، وباخذ نص حبه يعني، حبه الصبح وحبه عشيه، 20 الصبح وعشيه كمان 20. دكر. بس كثير بسعل بالليل. اوكي اوكي، خلينا نسمع. فيها تكون سالة من الرفلو. قال علي الحكيم صح، كنا من اول حلقه من علي 15 ل 20 سنتي. بليز تتاكد، ذكرنا عن الاكل انه نفضل ما ناكل قبل 3 ساعات من ما ننام. وكما قلت انه عندي بالعياده لسته منفصله طبيه ايفيدنس بيس ميديسن بكذا دراسه انه هودي هن الاكل اللي بيعملوا الرفلو، مش انه معلومات من محل هيك. هي قالت عم تاخذ البي بي اي يلي هو دواء للانتي ريفلوكس، قالت عم تاخذ 20 ب 20. اولا اذا اجت لعندي واخذت منها سيره طبيه منفصله فيني زد لها دواء عليهم، قلنا بيشتغل على الاتش 2 ريسبتور، وفيني كما علي لها بالدوزاج كله بيرجع لها سيرة طبيب مفصلة. وهي قالت عم تاخذ وقت لوقت، ما فيها تاخذ وقت لوقت، يا كل يوم على فترة يا ما فيها. رح ناخذ اخر اتصال دكتور، بس سؤال. نعم. سريع، ممكن الواحد يقيم كل العوامل يلي بتسبب الرفلو والضل؟ يعني مثلا ينتبه على اكله، ينام بطريقة معلى راسه، يبتعد عن كل شيء بيعمله. فيها الضل بس بتخف. ايه، لانه ومع الادوية فيها تروح لفترة وترجع تصير تقوى وتخف. سبب انه بالنهاية انت اوقات عم تخفف السحر من السيفيريتي تبعها بس ما عم تشيلها كليا. كما فيك تشيلها كليا لاوقات، مهم يتساعدوا مع بعض الدو فاكتور لنطلع باحسن نتيجه. بس ايه، فيك تعملي كل شيء ويضل في شويه رفلو. ما ننسى انه 95% بيدوا على الادويه و5% بيعملوا عمليات. في باروزوفاجيل هيرنيا، في اوقات ناس 5% بيعملوا عمليات وعلى العمليات 92% بيستجيبوا. اوكي، عندنا اخر اتصال. توني بعد عندنا وقت؟ ما بقى عندنا وقت. اذا بدهم يتواصلوا معك اصدقائنا المشاهدين، اول شيء بدي اعتذر من كل المشاهدين يلي عم بيتصلوا بعد فينا لانه الوقت شرف الى النهايه، كيف بيقدروا يتواصلوا معك دكتور؟ اكيد على طول عبر الفيسبوك او الانستغرام، حتى اذا كان مساجات صغيره على الواتساب اوقات انا شخصيا برد، شرط ما يكون فويس طويل. يعني اذا حابين يهتموا بصحتهم في 04-521-601 لمواعيدهم. بقى بالعيادة بيشوفوا الطبيب أحسن وأقوى بكتير ما يشوفوه على التليفون، لأنه الأمور بتكون أكيد. أكتر كونكريت بيفهم عليهم أكتر 100%. ما بدي إكسفو لآخر اتصال لأنه نطرته. يلا بناخد آخر اتصال قبل الختام. ألو. ألو ألو ألو، بونجور. بونجور، مين معنا؟ أبو عبد الله حصادي. كيفك أبو عبد الله؟ الحمد لله. تفضل. بدي أحكي مع الحكيم عملي معروف. أكيد دكتور معك، تفضل. الو تفضل. الو ايه، خفف على الاخر صوت التي في بليز واسمعنا من اباري التليفون. ايه تكرم عينك. يا شو بدي اقول لك، وصفوا لنا المي السخن الصبح على الريق. نعم. مع حبه حمايه. نعم. في الناس على الحكيم هالشيء مزبوط يعني؟ ايه صح. خلينا نشوف. عم يحكي عن حبه الحمايه، تنقول اسم الطب تقول اوميبرازول. عم بيخدها الصبح على الريق مع مي. اكيد بده يخدها على الريق. ايه بس قصده هو كبيتين مي الدافيين بأسره انه يخفوا له. فيها تكون مي فاتره وكبايه عاديه. لا يعني ما عم ناخذ هون دوكسيسايكلين، الدراسات بتقول انه خذ مثلا هذا الانتيبيوتيك وشرب كثير معه مي ليخف الاذى المريء. انما بهذا الموضوع لا، شويه مي
وما في اي دراسه تقول انه مي اقل او اكثر بكثير بتفيد اكثر. لا نعم. خليك على كبايه مي فاتره وما تعطى الهم، لانه الطبيب اول شيء ما قال لك هذا الشيء، ثاني شيء نحن بعد ما عندنا اي دراسه انه شرب اكثر مي مع هالحمايه للمعده بتزيد فوائد صراحه. اكيد دكتور حنين ابي نادر، طبعا ووقايه، شكرا كثير لوجودك معنا دكتور ولوقتك ولكل المعلومات ولموضوعك اليوم عن الرفلو. اهلا وسهلا فيك. اصدقائنا المشاهدين، نحن بنروح لفسحه صغيره وبنرجع لكم مباشره على الهواء.